مرحبا بكم في مركز ثقافي الصيني بالرباط. تم افتتاح هذا المركز في أواخر سنة 2018، ونحن كالهيئة الثقافية الرسمية تابعة لحكومة الصينية نحن نعمل هنا، نسعى إلى تعزيز التبادلات الثقافية والإنسانية بين البلدين وترويج الثقافة الصينية إلى شعب المغربي. فنحن نقيم الفعاليات الثقافية من كافة الأنواع بما فيها المعارض والعروض الفنية والمحاضرات وما إلى ذلك. نحن نبذل جهودنا لتنفيذ مبادرة الحضارات العالمية، ونرحب بأصدقائنا المغاربة لزيارة المركز الثقافي الصيني بالرباط، وأيضا الأنشطة الثقافية في كل أنحاء المغرب. لدينا 4 طوابق في مركزنا. الطابق الأرضي هو قاعة المعارض، والطابق الأول هو قاعة متعددة الوظائف، والطابق الثاني هو طابق للمكتبة، الطابق الثالث هو للحجر الدرس. ونحن سنقيم متعددة أنواع من الفعاليات الثقافية في مركزنا.